لتعلن للملأ ميلاد فجر جديد من الانتصارات الثورية والوطنية. ذلكم الانتصار العظيم الذي عبر عنه شعبنا في هذا اليوم الخالد في 22 من مايو من العام الماضي عندما أعلن جمهوريته اليمنية. في هذه اللحظات أيها الإخوة يصل إلى منصة الاحتفالات الأخ الفريق علي عبد الله صالح رئيس مجلس الرئاسة، ومعه الأخ علي سالم البيض نائب رئيس مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الرئاسة، ليشاركوا الحضور الكرام ضيوف البلاد من أشقاء وأصدقاء والجماهير اليمنية المحتشدة هنا هذا الحفل الجماهيري الكرنفالي الكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الفريق علي عبد الله صالح رئيس مجلس الرئاسة، الأخ المناضل ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين، الأخ الأستاذ علي سالم البيض نائب رئيس مجلس الرئاسة، الإخوة أعضاء مجلس الرئاسة، الأخ رئيس مجلس النواب، الأخ رئيس مجلس الوزراء، الوالد المشير عبد الله السلال، ضيوفنا الكبار أشقاء وأصدقاء الحاضرون جميعا، المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الصباح المجيد، العيد الأول للجمهورية اليمنية المنتصرة. مرحبا بكم إلى هذا المهرجان الاحتفالي الكبير، مهرجان الحب والفرح والانتصار في عيد الخير والسلام. الآن إلى السلام الجمهوري. السلام عليكم، السلام على شعبنا وثورتنا ووحدتنا، السلام السلام لبرنا وسمائنا والبحر، السلام على شهدائنا الأبرار، السلام لصناع وحدتنا، السلام السلام لشعبنا ولوطننا. الآن